المساجد والعبادات، الجمعة والجماعات، حلق القرآن ومجالس العلم. مؤلم ومحزن ما عاشه الناس من فقد لتلك المعاني، وهذا أحد معاني استشعار أثر البلاء. فإن الحرمان الحقيقي والموجع لقلب المؤمن هو شعوره بالبعد عن مواطن الرحمة تلك التي تتنزل فيها الملائكة وتغشاها السكينة ويذكرها الله تعالى في من عنده، عندما يشعر أنه حيل بينه وبينها. لا أشق على القلوب الحية حقيقة من هذا المعنى، فلا تلوم المتوجعين ولا تكثر عليهم اللوم، ولكن ذلك لا يعني أيضا تنزيل ذلك على معنى إغلاق باب الرحمة أو الطرد من فضل الله، وأن الله عز وجل قد نقم على عباده فحال بينهم وبين مواطن الرحمة تلك. ليس هذا الظن بربنا جل جلاله، لكنه في الوقت نفسه نلتفت إلى ضرورة حفظ النفس التي جاءت بها الشريعة بل الشرائع والأديان السماوية كلها، وأن الحفاظ على الصلاة جماعة هو من حفظ الدين في مكملاته وليس في ضروراته، وإذا ما زاحمه حفظ النفس في ضرورتها ومرتبتها العليا كان الترجيح لها والأولوية لها. والشأن هنا إنما هو بناء على خبرة المختصين وأهل الطب وما يرونه من الأخذ بالأسباب التي سبق الحديث عنها.